جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يعني شر لا إله إلا وكل إلا لا يدخل في الإنفاق في سبيل الله، فإذا ترك لهم ما يغنيهم عن الناس لا سيما إذا كانوا قصارا أو مرضى فإن هذا من الإنفاق في سبيل الله عز وجل.